الاسم مع القاعدة في المعنى، يعني القصة مش مبنية على القاعدة فقط. تعالوا بقى نشوف جزئية مهمة كمان، إزاي أنت كطالب تفرق بين الحال والمفعول لأجله؟ الحال أعرفه إزاي أو أميزه عن المفعول لأجله؟ أول حاجة، الحال دايما بيكون مشتق أو في تأول المشتق. يعني إيه المشتق؟ أهو لسه قايلين من شوية، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة أو كده. وممكن نسأل عن الحال بكيف أو إزاي. يبقى دول نقطتين مهمين جدا، اللي هو الحال مشتق ونسأل عنه بكيف، أو ممكن نقول عليه يقع في جواب كيف ويتضمن معنى فيه، زي مثلا جاء الطالب مسرعا، أقول إيه؟ كيف جاء الطالب مسرعا، ومسرعا اسم فاعل يبقى ده مشتق، بالإضافة جاء الطالب في سرعة. ذاكر الطالب راغبا في التفوق، يبقى راغبا أيضا اسم فاعل، يبقى ده حال مشتق. ممكن يكون مؤول بالمشتق زي جئنا جميعا، فجميعا في تأويل مجتمعين، أي جئنا مجتمعين، وهذه أيضا حال. طب المفعول لأجله مصدر قلبي منصوب نسأل عنه بلماذا، يعني مصدر وليس مشتق، زي إيه؟ ذاكر الطالب رغبة في التفوق، فرغبة بينت سبب المذاكرة، بالإضافة أن رغبة مصدر وليست مشتق، والمصدر يعني مصدر لفعل ثلاثي رباعي وليس من المشتقات. طب شوف المثالين كده وفرق أنت. أقبل محمد على العمل محبا له، أقبل محمد على العمل حبا له. فرق أنت بين محبا وحبا، وحدد لي في وجهة نظرك كده مين الحال ومين المفعول لأجله. يعني احنا ممكن نحول الحال لمفعول لأجله والعكس ممكن، وسهلة جدا. لو هي مفعول لأجله زي حبا كده هنعمل ايه؟ خليها لي محبا مشتق، او العكس. يعني عندي مثلا رغبة دي مفعول لأجله، خليها راغبا حال، والعكس. ده بالنسبة للفرق بين الحال والمفعول لأجله بصورة ايه؟ سريعة. أيضا عندي من أسلوب الاختصاص استخدام بخاصة وخصوصا. الاسم الواقع بعد بخاصة بيعرب مبتدأ، وبخاصة خبر مقدم، والاسم الواقع بعد خصوصا بيعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره أخص، وخصوصا تعرب مفعولا مطلقا، زي ذاكرت المواد بخاصة الفيزياء. بخاصة في محل رفع خبر مقدم، والفيزياء مبتدأ مؤخر. يبقى دايما الاسم اللي واقع بعد بخاصة على طول مبتدأ مؤخر مرفوع. ذكرت المواد وخصوصا الفيزياء، خصوصا مفعول مطلق منصوب، والفيزياء مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أخص. كمان مش عاوزك تنسى الجزئية ديت، ايه؟ ان ماء لما تتصل بإن أو أخواتها تسمى ماء الكافة. يعني كافة؟ يعني بتمنع عمل إن، بتكف إن عن العمل، يعني إن غير عاملة، زي إنما، أنما، كأنما، لكنما، لعلما. في الحالة ديت لما تتصل ما بها تكون غير عاملة، واللي بعدها لو كان اسم يعرب مبتدأ، زي إنما أخوك ذو فضل، يبقى ما هنا كفة وأخوك مبتدأ. كأنما أبوك يعتمد عليك، يبقى ما كفة في كأنما، وأبوك تعرب مبتدأ مرفوع. طب مستر انت نسيت حاجة مهمة. نسيت ايه يا حبيبي؟ طبعا ما نسيتش. لا نسيت ليتما، لا ما نسيتش طبعا. طب ليه ما قلتهاش في وسط الكلام؟ لان ليتما لها حكم مختلف عنه. طب ازاي؟ خليك معايا. ليتما لما يجي بعدها اسم، اعرف ان الاسم ده ممكن يكون يا اما اسم ليت منصوب على اعتبار ان ما غير كاف، او مبتدأ مرفوع على اعتبار ان ماء كف، يعني يجوز في الحالتين. على اعتبار ان ماء كف يبقى هنقول الاسم اللي بعدها مبتدا، زي ليتما اخوك او اخاك. اخوك مبتدا وماء كف، ماء كف اي تكف ليت عن العمل. اما ليتما اخاك اسم ليت وماء غير كف، ذو فضل طبعا ما بتتغيرش.
ده بالنسبة لبعض القواعد المهمة اللي احنا محتاجين نركز عليها أثناء طبعا الحل على المادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.